يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة 29 وعنونت هذه محاضرة 29 وعنونت بجريمة القتل وجزاؤها في الإسلام. والآيات وموضوع المحاضرة والآيات وموضوع المحاضرة مفتتحة بقول الله جل وعلا: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا النفي يسميه أهل البلاغة، يسمونه بنفي الشأن، وهو أبلغ أنواع، وهو أبلغ من النفي بالفعل، يعني أبلغ من أن يقال لا يقتل مؤمن مؤمنا إلا خطأ. لا، لأن نفي الشأن معناه أنه يتضمن البرهان على فعل ذلك، وهذا استعمله الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا كله يعني استعمله الله جل وعلا، فكأن الله جل وعلا بأنه في قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يتصور هذا من مؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ، أي إلا على سبيل الخطأ لا على سبيل التعمد، لأن رابطة الإيمان التي تجمع بينهما تحول بين يعني لأن الإيمان يحول بين العبد وبين فعل ذلك. لذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة تقتضي التناصر والتعاون والتآزر. نعم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن النفي هنا يتضمن أنه لا يتصور هذا من مؤمن أبدا إلا على سبيل الخطأ، لا على جهة التعمد. ولذلك جريمة القتل يعني في الإسلام قرنها الله عز وجل مقرونة في الإسلام والسنة مقرونة بالشرك بالله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قرنهم الله جل وعلا قرن قريب جريمة القتل بالشرك. وفي السنة المطهرة
يعني في الحديث الصحيح المتفق عليه اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن القتل مقرون بالشرك. لماذا قارن الله عز وجل القتل بالشرك في الكتاب وفي السنة؟ لأن هذه الجريمة جريمة فظيعة. نعم. ويعني أولى الجرائم التي حدثت في الأرض حين قتل يعني ابن آدم أخاه. نعم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نعم. وعقب الله عز وجل على هذه الجريمة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا. من أجل ذلك أي من أجل ألا تكرر ألا تحدث هذه الجرائم في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. وبغير نفس يعني بالقصاص أو فساد في الأرض فعل ما يستوجب قتله. نعم. فكأنما قتل الناس جميعا. فكأنما قتلنا لأن من تجرأ على قتل نفس واحدة واستباح دماءها فهو يستبيح دماء غيرها. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. ومن امتنع عن هذا القتل فكأنما سلم الناس منه كأن الناس جميعا سلموا منه لأن الإيمان منعه من هذه الجريمة يمنعه من هذه ومن غيره. نعم. إذن هذه الجريمة جريمة فظيعة شديدة. نعم. ولذلك توعد الله عز وجل في هذه الآيات بقى في القتل العمد توعد عليها أشد الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات شديدة جدا، يعني عقوبات أشبه ما تكون بعقوبات الكفار. يعني ومن يقتلون متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خلاف كل هذا في الآخرة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وقتل النفس بالنفس. هذه الثلاث فقط التي تباح هي التي تباح بها دماء المسلم. نعم. ولا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. إذن هذه الجريمة جريمة فظيعة. لذا قال جل وعلا نفاها بأعظم ما يكون النفي، وهذا يسمونه نفي الشأن. وعلمنا نظائر هذا النفي في كتاب الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الاستثناء هنا يسمونه استثناء منقطعا. والاستثناء المنقطع يعني الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع أن في الاستثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. جاء حضر التلاميذ إلا واحدا، لماذا استثناء متصل؟ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. لكن حين يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه فيسمونه استثناء منقطعا أو استثناء مفرغا. ومنه هذه الآية: إل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لا يسمعون لغوا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. إلا سلاما، هو السلام من جنس اللغو، ولكن يسمعون سلاما ولهم مسخ، يعني أي ولكن يسمعون سلاما. كذلك هنا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولكن على سبيل الخطأ يمكن حدوثه وعقوبته أو حكمه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن الآيات والقرآن والسنة تفيد تحريج إيه؟ تحريج الدماء. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح عند البخاري في صحيح: لا يزال المؤمن في بحبوحة من دينه، في بحبوحة من دينه يعني في سعة من دينه
ما لم يصب دما حراما. طيب معنى الحديث انه يعني طالما انه بعيد عن الشرك وعن القتل فهو في سعة، يعني له ايه، له مستعتب. ما لم يصب دما حراما، فاذا اصاب الدم الحرام يبقى تضيق عليه الدين وقد يخرج من الدين بالكلية، يسأل الله السلامة والعافية. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي على سبيل الخطأ، وعلى أي ولكن على سبيل الخطأ يمكن حدوثه. والخطأ هنا ممكن يكون خطأ في الفعل أو خطأ في القصد. خطأ في الفعل، واحد يسير بسيارة فمر أمامه رجل فيعني صدمه بسيارته فقتله، لم يقصد قتله. أو كان يصيد صيدا فجاء السهم أو جاءت الطلقة مثلا في واحد على سبيل الخطأ، لم يكن يقصد قتله. أو رمى إنسانا يظن في معركة يظنه كافرا حربيا فبان بأنه مسلم وليس بكافر حربيا محارب للمسلم، فهذا كله على سبيل الخطأ. والخطأ هنا مفتقد للقصد، لم يقصد قتله، لذا قال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن ثم في أي ولكن على سبيل الخطأ يمكن حدوث ذلك، لكن لا يتصور من واحد يتعمد قتل من مؤمن يتعمد قتل مؤمن أخيه، يتعمد قتل أخيه. ولذلك ذكر الله جل وعلا يعني في قصة ابن آدم، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، حسدا يعني حسده على قبول القرباني وعدم قبول حسده على قبول قربان أخيه وعدم قبول قرباني، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، أن تبوء باسمي باسم قتلي واسمك بالجرائم التي تقترفها من هذه الجريمة وغيره، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، حذره. نعم. وعبد الله بن عامر يقول وأيم الله كان أشد الرجلين، يعني كان هذا المقتول كان أشد من الثاني، إذا قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، معنى كده أنه كان قادرا على قتله، ولو لم يكن قادرا على قتله لما كان لهذا الكلام فائدة، وكان قادرا عليه. ولذلك قال عبد الله بن عامر قال وأيم الله كان أشد الرجلين، لكن منعوا الإيمان نعم، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، هذه العلة إني أخاف الله رب العالمين. وسنعلم في الآيات التاليات كيف رتب الله ما هي العقوبات التي توعد الله عز وجل بها من تعمد قتل مؤمن أو مؤمنا. ثم بين الله عز وجل حكم القتل خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ قتله على سبيل الخطأ ولا على سبيل التعمد فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن في القتل الخطأ ليس هناك قصاص، لأن القصاص لا يكون إلا عن تعمد، وهذا شرط رئيس من شروط القصاص أن يكون عن تعمد. فإذا افتقدت الجريمة القصد يبقى لا يكون هناك قصاص. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، والتحرير بمعنى مأخوذة من الحرية، ومعنى التحرير يعني تحرير من الرق. نعم. والحر يطلق على الخالص. نعم. ومنه قولهم ذهب حر يعني ذهب خالص. نعم. والمقصود من تحرير العبد من الرق يعني هو تخليصه من الرق ومن منغصات الرق، هذا معنى التحرير، فتحرير رقبة مؤمنة. واشتراط الإيمان في الرقبة قول جماهير أهل العلم لا يعني لا تجزئ رقبة كافرة، لأن الله جل وعلا نص على ذلك. نعم. بخلاف مثلا آية الزهار
والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحي رقبة من قبل أن يتماس. فمن أهل العلم من فرق بين القتل وبين الظهار فاشترط في الظهار، فلأن الظهار فتحي رقبة مؤمنة، وهذا قول الأحناف. والقول الجمهور أنهم قاسوا هذا من المطلق والمقيد، اتحد الحكم واختلف السبب، فيحملون المطلق هنا على المقيد. مسألة خلافية بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن اشتراط هنا الرقبة المؤمنة نص القرآن، لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة يعني تحرير عبد مسلم أو أمة مسلمة. على اختلاف بين أهل العلم في الصغير، هل الصغير يجزئ أم لابد من كونه كبيرا يعني يصوم ويصلي؟ والجمهور على أنه متى انطبق عليه اسم الإيمان سواء كبيرا كان أو صغيرا فهو يجزئ في هذه، لأن الطفل المولود لأبوين مسلمين فحكمه تابع لأبويه، خلافا لمن شرط أن تكون الرقبة أن يكون ممن يعني أن يكون بالغا. وعلى فالقول الثاني القول الأرجح في هذه المسألة، كل من انطبق عليه الإيمان كبيرا كان أو صغيرا فإنه يجزي في هذه المسألة، فتحيه رقبة مؤمنة. والرقبة هنا وهذا أسلوب من أساليب العرب، تطلق الرقبة يراد بها تحريف العبد وتحريف الأمة، نعم، مؤمن رجلا كان أو امرأة. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. والدية مأخوذة من وديت فلانا إذا أديت ديته، وأصل الدية يعني دية ودية، حذفت الواو وعوض عنها بالتاء في آخر الكلمة، مثل شية مصلها من الوشي بمعنى العلامة، وعدة أصلها من الوعد، فحذفت فاء الكلمة وعوض عنها بالتاء في آخر الكلمة. والدية خص الشرع بالدية المبلغ المدفوع، المال الثمن المدفوع لأولياء المقتول في مقابل ترك القصص، خصته الشريعة فقط في القصاص بالنفس. أما ما كان دون ذلك من أما ما كان في غير القصاص بالنفس أو ما دون النفس فإنه لا يسمى دية. فالدية هنا فدي ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى أهل المقتول خطأ، مسلمة إلى أهله أي مؤداه، تؤدى إلى أهله، نعم. وتشريع الدية من فضل الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل عن عباده، لأن الله جل وعلا يقول قل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لم يكن ثم إلا القصاص أو العفو، فجاء التشريع الدية رحمة من الله عز وجل لهذه الأمة، وتخفيف من الله عز وجل عن هذه الأمة، إن يكون تكون الدية يعني مقابل ترك عفو الأولياء المقتول عن القصاص. طبعا هذا في قتل العمد، قصاص لا يكون إلا في قتل العمد كما سيأتي، لكن هذا في قتل قطع. ودية مسلمة إلى أهله، والدية 100 من الإبل. وسيأتي بإذن الله جل وعلا الفرق في بيان أنواع القتل والفرق في القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ ونحو ذلك. ودية مسلمة إليه إلا أن يصدقوا إلا أن يعفو أولياء المقتول، لكن الله جل وعلا عبر عن عفو أولياء المقتول عن الدية بالصدقة لحثهم على ذلك، فكأنهم يتصدقون على أولياء المقتول بذلك إلا أن يصدقوا، نعم، معنى العفو عن الدين. وحثهم الله عز وجل عن ذلك بذكر بأنها صدقة إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، طيب هذا التشريع هذا حكم آخر، القتيل مؤمن أو القتيل معنى مقتول مؤمن لكن قومه أعداء محاربون لمسلمين، فيقول الله جل وعلا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن حال كونه مؤمنا، الجملة دي جملة حالية امتدأ وخبر في حال نصب على الحال، فتحرير رقبة مؤمنة ليس هناك دية. لماذا؟ حتى لا يستعينوا بالمال على قتال المسلمين. تشريع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن في حالة كون أولياء المقتول من الكفار المحاربين للمسلمين،
ليسوا من المعاهدين وليسوا من الذميين وليسوا من المستأمنين، وإنما من المحاربين. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحي رقبة مؤمن، فقط عتق رقبة الكفارة فقط، وليس هناك دين في هذه الحالة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهذه الحالة الثالثة، القتيل من قوم ارتبطوا مع المسلمين بميثاق، ميثاق يعني عهد ذمة، كانوا ذميين والقتيل مؤمن، أو كانوا معاهدين مرتبطين مع المسلمين بعهد، أو كانوا من المستأمنين من طالبي الأمان، هذه كلها. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الميثاق يطلق على الذمي وعلى المعاهد وعلى المستأمن، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هنا في هذه الحالة طالما أنهم بينهم وبين المسلمين عقد، يبقى لا يخشى من دفع الدية لهم، لا يخشى من استعانتهم بهذا المال على قتال المسلمين. ولذلك بيّن الله جل وعلا الحكم فقال فدية مسلمة أهلي مؤداة إلى أهلي، وديها كما سيأتي 100 من الإبل، نعم، وسيأتي تفصيل الكلام فيها، وتحرير رقبة مؤمنة، تحرير والكفارة تخليص رقبة، عتق رقبة، مع ذلك يعني واشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة. فمن لم يجد، ماذا؟ من لم يجد عتق رقبة، وهذه الكفارة هنا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. في حالة عدم وجود الرق، وهذه حالة موجودة عندنا الآن، موجودة في كثير، ما في، ليس هناك رق في معظم بلدان المسلمين الآن حتى يكون هناك عتق رقبة. ماذا يفعل؟ فصيام شهرين متتابعين، والتتابع شرط، وهذا تشديد في كفارة القتل الخطأ، حتى يكون المسلمون على ايه، على يعني يربون اولادهم على الاستعداد، على الاحتراز من دماء المسلمين وعلى صيانة دماء المسلمين. وسياتي باذن الله جل وعلا بالنسبه للدية في قتل الخطا وشبه العمد، انها تكون على العاقله وهم العصابات من جهه الاقارب، من جهه الابي، نعم. والتتابع شرط في ذلك، بمعنى انه لو صام مثلا 20 يوما وافطر يوما، يعيد الشهرين مرة ثانية، إلا في صيام العيدين، وإلا إذا أصيب بمرض يمنعه من الصيام، مرض شديد لكن ليس علة عارضة. فقول الله جل وعلا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، توبة من الله، توبة منصوبة على أنها مفعول لأجله، أي من أجل التوبة. فهذه الكفارة، وذلك في حالة عدم وجود الرقبة، يبقى لابد من صيام شهرين متتابعين. وذكرنا بين التتابع شرط، إلا أن يعترض صيامه العيدان، أي أيام العيد، يعني يوم الفطر أو يوم الأضحى، وأي أيام عيد الأضحى، فحينئذ يعني يفطر هذه الأيام ويستكمل بعدها، لأن للإجماع على تحريم الصيام العيدين، أيام العيدين. توبة من الله، وكان الله عليما حكيما، عليما سبحانه وتعالى بعباده، بما يصلحهم وما ينفعهم في معادهم وفي مآلهم، ولذلك شرع لهم هذه الأحكام العظيمة، حكيما سبحانه وتعالى أحكم أمره ونهيه، كما قال جل وعلا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سبحانه وتعالى، وكان الله عليما حكيما. واسم الله الحكيم يتضمن إثبات الحكمة لله جل وعلا، والحكمة تضع الأشياء في مواضعها، وصفة الحكمة تعني أنه سبحانه وتعالى لا يتطرق لكلامه ولا لأحكامه خلل، نعم، يعني أحكم الله عز وجل آياته فلا تطرق إليها خطأ أو خلل أو اختلال، نعم. وكذلك يعني أحكامه في غاية الإتقان وفي غاية السلامة، وكان الله عليما حكيما. هذا في هذه تخص أحكام القتل الخطأ، نعم، وبين الله جل وعلا أحكامه فيها. ثم شرع الله جل وعلا، ولما ذكر أحكام قتل الخطأ، سن الله عز وجل
بتحريم وتشديد العقوبات على من قتل من خالف أمر الله جل وعلا وخالف شريعته وقتل نفسا مؤمنة بغير نفس قاصدا قتلها. فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، هنا رتب الله عز وجل 5 عقوبات على جريمة القتل العمد العدوان. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والخلود هنا خلود أمدي وليس خلودا أبديا، لأن الخلود نوعان: خلود أبدي، وهذا يخص الكفار، فالكفار حبسهم القرآن لا يقضى عليهم، يعني والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. فهذا الخلود الأبدي، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. النوع الثاني من الخلود هو الخلود الأمدي، يعني يطول لبسه في النار، وهذا يخص عصاة الموحدين، وهو من هذه الآية: فجزاؤه جهنم خالدا فيه. والعرب تطلق الخلود على يعني على طول المكس، فتقول: فلان خالد في السجن. نعم، واستعمل الله جل وعلا ذلك أيضا، يعني خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا من أساليب العرب، خالدين فيها ما دام السماوات والأرض. فالعرب تستعمل الخلود في طول المكس وطول المكس، فتقول مثلا: فلان خالد في ملك، وفلان خالد في السجن، وهل هناك أحد يخلد في الملك؟ لكن تطلق على طول على طول المكس. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم، وغضب الله عليه، وهذه يعني العقوبة يعني الثالثة. الأول جهنم، وبعد جهنم طول المكس فيها، وهذه العقوبة الثانية خالدين فيها، والثالثة وغضب الله عز وجل، يعني لا يقوم له شيء، يعني يذنب الله ربنا عافينا وإياكم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله جل وعلا من ذلك: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وغضب الله عليه ولعنه، ولعن الله عز وجل بالقول، يقول الله جل: إني لعنت فلانا، نسأل الله السلامة والعافية. فالقاتل ملعون، ومعنى اللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. واللعن ده أمر عظيم، ولذلك حد الكبيرة عند جماهير أهل العلم هو ما ترتب عليه حد أو وعيد أو لعن أو غضب مثل هذه الجريمة وهذه العقوبات. ولعنه وأعد له عذابا عظيما في الآخرة، هذه العقوبة الخامسة. وهنا نكر الله عز وجل العذاب هنا لتفخيمه، يعني العذاب هنا نكره، لم يذكر الله جل وعلا هذا العذاب لكن نكره لتفخيم هذا العذاب وتهويله، لذلك وسمه بالعظيم وعد له عذابا عظيما. نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا الذي عناه النبي عليه حكم الله الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام، فالسنن القتل بين أحد أمرين: أولا، من السنن العامة التي قضاها الله جل إن الغالب أن القاتل يقتل، الغالب اللي تعمد قتل واحد في الغالب أنه يقتل، وجزاء من جنس العمل، هذه من السنة. أيضا إذا لم يتدارك الله عز وجل العبد القاتل ده بتوبة، قد يؤول أمره إلى الكفر بالله، وهذا هو المعنى الذي أراده الله عز وجل من أنه قرن القتل بالشرك في الكتاب والسنة. في حديث السبع المبين في آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وفي حديث السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات، مقارن القتل بالشرك، لأن قد يؤول أمر القاتل إلى الكفر بالله، وهذا معنى لا يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حرام.
قد يؤول الأمر إلى الكفر بالله. وهذا هو المعنى الذي فهمه جماهير أهل العلم من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القاتل ليس له توبة. طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طبعا قول الجماهير أنه تقبل توبة القاتل إذا كانت توبة المشرك مقبولة والشرك أشد من القتل فتوبة القاتل المقتول. فلذلك حملوا قول ابن عباس لما سئل عن القاتل هل له توبة المتعمد قال ليس له توبة، معنى حملوه على أنه قد لا يوفق للتوبة فقد يقول أمره إلى الشرك بالله عز وجل، يعني عياذا بالله. فهذا أمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لهوان الدنيا أهون عن الله جل وعلا من قتل نفس مؤمنة. هوان الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الكعبة يقول ما أعظم حرمتك على الله وحرمة المسلم أعظم عند الله منك. أمر جلل وأمر عظيم. ولما كان ابن آدم الأول هو أول ولما كان ابن آدم الأول أول من سن القتل فكل جريمة في قتل كل جريمة قتل في الأرض على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل في ذلك. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك. الله المستعان، صلى الله لنا ولكم السلامة والعافية. والأرض لا تشرب الدماء والدماء وقود الفتن، ومتى أريقت الدماء ترعرعت الفتن ونمت الفتن. الفتن لا تتغذى إلا على الدماء، فسفك الدماء لا يؤدي إلى وأد الفتن وإنما يؤدي إلى مزيد من الفتن ومزيد من النزاعات ومزيد من الصراعات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الشريعة حرجت شديدا في مسألة الدماء والفروج، هذان الأمران فيها تحريج شديد من الشريعة. ولذلك رتب الله عز وجل هذه العقوبات الخمسة على قتل العمد، على قتل العمد. وهنا لم يذكر الله جل وعلا هنا في قتل العمد كفارة كما ذكر في قتل الخطأ كفارة، لم يذكر الله جل وعلا ذلك. ولذلك من أهل العلم، وهذا هو وهذا أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم أنه لا يقبل من قاتل العمد كفارة، أن قتل العمد أكبر من أن يكفره شيء، بخلاف قتل الخطأ وخلاف قتل شبه العمد على النحو الذي سيأتي في بيان المسائل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ومعنى إذا ضرب الضرب يعني له معان، يعني الضرب باليد والضرب بمعنى السفر في الأرض. والمعنى هنا من هذا والضرب بمعنى الخروج، نعم يعني ونحو ذلك. فقول تعالى إذا ضربتم في سبيل الله خرجتم مسافرين جهادا، لأن في سبيل الله إذا تطلق على الجهاد، يعني إذا قولوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني خرجتم مسافرين جهادا لأجل الجهاد في سبيل الله فتبينوا. والتبين معناه طلب البينة والتثبت. نعم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. نعم. فحذر الله عز وجل من يعني اولا امرهم اذا 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 خرجوا مجاهدين في سبيل الله بالتبين والتثبت، لان حتى لا يقتلوا نفسا مؤمنه على انها نفس كافره محاربه لله جل وعلا. فحذرهم فامر بالتبين كما قال جل وعلا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، التثبت والبينه والاحتياط. ونهاهم ولما امرهم بالبينه نهاهم اذا سمعوا من احد كلمه الاسلام ان يجاوزوا هذه الكلمه، أن يجاوزوا هذه الكلمة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وحديث المقداد بن الأسود في الصحيح حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رسول الله إذا لقيت رجلا من المشركين فضربني ثم لاذ مني بشجرة، نعم، فلما أدركت قال أشهد أن لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا. قال يا رسول الله إنه ضربني ولاذ مني بشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام إنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال، وهو بمنزلتي قبل أن تقول ما قلت. الحديث الصحيح، أنت متخيل الحديث؟
البخاري رحمه الله تعالى بوب عن هذه الحديث باب الإسلام يعصم الدم والمال. نعم. فهو المقداد بن أسلم قال إذا لقيت رجلا من المشركين نعم إذا لقيت رجلا من المشركين فضربني ثم لذ مني بشجرة فأدركته فقال أشهد أن لا إله إلا أقتله قال لا قال إنما ضربني وقال و و و و و و فلما ضربت قال أفلا أقتله قال لا إنك إن قتلته فهو بمنزلتي قبل أن تقتله وأنت بمنزلتي قبل أن يقول ما قال. تحذير شديد وعيد شديد من الله جل من النبي هو أنت مزلت لأن ليس معناك يعني كافرا يعني هو معناه فهو بمنزلتي يعني بعد أن قال هذه الكلمة فهو صار إيه صار معصوم الدم صار معصوم الدم. وبيان ان القتل ده جريمة كبيرة جدا في ذلك قد يعني تؤدي بصاحبها الى ما هو اكبر من ذلك. اذا هذا يدل على الاسلام يعصم ايه يعصم الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قالوا عصم مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وخالد رضي الله عنه لما حدث ما حدث القتل يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل النفس وما قال الرجل أدركه أسامة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة فامتنع الأنصاري عن قتله هو تبعه أنصاري وأسامة بن زيد فلما أدركوه قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال رسول الله إنما قالها متعوذا قال رسول الله إنما قالها متعوذا قال هل شققت عن قلبي. وفي رواية أقتلته بعد أن قال لا وما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة حتى قال أسامة حتى تمنيت من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة ألا أكون أسلمت إلا يومئذ. نعم يعني حتى يكون الإسلام كفارة لما فعل. إذا نزل تحريش شديد من النبي صلى الله عليه وسلم تبتغون عرض الحياة الدنيا إياكم أن تقدموا على ذلك ابتغاء عرض الحياة الدنيا. وعرض الحياة الدنيا والعرض الشيء الذي يعرض يعني الشيء للزوال ودائما يعني يعبر عن الحياة الدنيا بالعرض لأنها وشيكة الزوال فهي كظل زائل وخيال زائر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. لأجل هذه الساعة قتل من قتل وأشرك من أشرك من أشرك وقتل من قتل واستبيح الدماء وانتهكت أعراض لأجل هذه الساعة. الله أكبر. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ما أعده الله للمؤمنين أعظم ما عندكم ينفد وما عند الله باق كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كنتم قبل ذلك كفارا كذلك كنتم تستبيحون دماء بعضكم بعضا لكن في الإسلام هناك الأحكام العظيمة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بهذا الدين العظيم وهذه الأحكام العظيمة. نعم وهذه يقتضي شكر هذه النعم والقيام بحق هذه النعم. فتبينوا عاد الأمر بالتبين مرة ثانية حتى لا يقعوا في قتل مؤمن على سبيل الخطأ. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا تحذير من الله عز وجل أنه لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه نقيض ولا قطمير من أعمالكم. وقد بين العلماء أن سبب نزول هذه الآية أن عياش بن أبي ربيعة ذكر ابن كثير وغيره أن عياش بن أبي ربيعة وكان أخا لأبي جهل من أمه أسلم فأقسمت أمه ألا تستظل وألا تأكل ولا تشرب حتى يعود ابنها. فذهب إليه أبو جهل والحارث بن يزيد فكلماه في أمه وقالوا له كن على دينك وتعالى بيبب أن محمد صلى الله عليه وسلم ويأمرك بصلاة الرحم فكن على دينك وبر أمك وبر أمك. فلما خرج معهم قيدوه نعم الاثنين وجلده أبو جهل 100 وجلده الحارث بن يزيد 100. فقال له عياش طب هذا أخي لأمي ومن أنت ثم أقسم عياش لئن لقيتك وحيدا لأقتلنك. ذهب مع عياش بن أبي ربيعة
وأظهر رجوعه ظاهرا، ثم بعد ذلك هاجر. وفي فتح مكة كان الحارث بن يزيد أسلم، حارث بن يزيد اللي هو جلد عياش بن أبي ربيعة هذا أسلم، فلقيه عياش فتذكر الوعد اللي وعده له، نعم لأن لقيتك وحيدا، ففتح مكة وجدوا أمامه فقتله، ثم تبين أن الحارث بن يزيد رضي الله عنه كان أسلم ولا يعلم عياش. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولو قتلوا على لأنه ظنه كافرا حربيا، هذا من قتل خطأ، وهذا من قتل. فنزلت هذه الآيات وإلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرت في نزول هذه الآيات. أما الأحكام التي ذكرت هنا في هذه الآيات، في هذه الآيات، الحكم الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي أنواع القتل وفي أيها تجب الكفارة؟ طبعا القتل كما يقول أهل العلم، كما بيّن العلماء، القتل ثلاثة أنواع: قتل العمد العدوان، والقتل العمد، والقتل شبه العمد. اللي قتل العمد العدوان الأول، والقتل الخطأ، والثالث مرتبة بينهما وقتل شبه العمد. سيأتي بإذن الله جل وعلا بيان اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. طبعا قتل العمد العدوان معناه أن يقصد رجلا آخر بما يقتل غالبا، يعني إذن يشترط في القتل العمدي اشترط ثلاثة شروط: أولا قصد القتل، قصد، نعم. ثانيا الآلة التي استعملها يستعملها تقتل غالبا. الشرط الثالث في القتل العمد العدوان الذي يجب فيه القصاص كما سيأتي: أن يكون الشخص الذي قتله معصوم الدم، آدميا معصوم الدم. يعني إذن هذه ثلاثة شروط للقتل العمد العدوان: الأول وجود القصد من القاتل وهو أراد القتل، لابد أن يكون قاصدا للقتل، والثاني الآلة التي أن يكون آلة استعملها مما تقتل غالبا، نعم. وسيأتي طبعا الكلام في التفسير، يعني بيان الخلاف في ذلك. والثالث أن يكون الشخص الذي قتله آدميا معصوم الدم، نعم. فهذا هو النوع الأول من القتل، والقتل القتل العمد العدوان. النوع الثاني من القتل وهو قتل شبه العمد، وقتل شبه العمد معناه أن يقصد الرجل رجلا آخر، يقصد يعني ضربه بما لا يقتل غالبا، يعني لكمه لكمة، والأصل أن اللكمة دي، هل اللكمة دي تقتل؟ لا، هو لم يقصد قتله، قصد إيذاء، نعم. فمن جهة أنه قصد إيذاءه، فإذا أخرجه عن قتل خطأ، عن قتل خطأ. ومن جهة أن الآلة التي استعملها لا تقتل غالبا، سواء فوكزه موسى، طب الوكز ده معناه الضرب بكلتا يدين في الصدر، وهذه لا تقتل غالبا، لكن مات الرجل من هذه الضرب. رمى رجل آخر بحجر صغير لا يقتل غالبا، فأصابه الحجر فمات. فمن جهة أنه قصد إيذاءه، فهذا أخرجه عن القتل خطأ. ومن جهة أن الآلة التي استعملها لا تقتل غالبا، فلذلك كان هناك يسمى قتل شبه العمد. النوع الثالث من القتل هو القتل الخطأ، وقتل الخطأ معناه الخطأ في الفعل، والخطأ في القصد. أما الخطأ في الفعل كان كأن يرمي صيدا أو يرمي شيء فتجيء الطلقة أو السهم أو فتجيء في واحد معصوم الدم، هذا قتل خطأ، لم يقصد وكان يقتل القصد والصيد. والخطأ في القصد أنه كان ينوي رمي رجل كافر محارب، فجاءت الرمية على جهة الخطأ في رجل مسلم فقتلته، بهذا هي قتل خطأ. إذن صار قتله كم نوع؟ صار قتله ثلاثة أنواع: قتل العمد العدوان، شوفنا قتل عمد وعدوان،
لان ليه العدوان؟ ليش الشرط؟ لماذا الشرط العدوان؟ لان في قتل عمد ولكن ليس على جهه العدوان، قتل النفس بالنفس القصاص منه، ما هو قتل عمد لكن ليس على جهه العدوان، ولذلك لابد من يكون القتل العمد العدوان، والثاني قتل شبه العمد، والثالث قتل ايه؟ خطا. اهل العلم اختلفوا في هذه المساله. عند الامام مالك رحمه الله تعالى القتل نوعان، القتل العمد العدوان، وهذا الذي يوجب القصاص أو الدية، والنوع الثاني قتل الخطأ. والإمام مالك يقول بيني وبينكم ظواهر القرآن، ليس في القرآن إلا قتل العمد وقتل الشيء وقتل الخطأ كما هو ظاهر هذه الآيات. ومذهب الأحناف والشافعية والحنابلة أن القتل، وجماهير أهل العلم وجمهور الصحابة، أن القتل ثلاثة أنواع: قتل العمد العدوان، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. استدل جماهير أهل العلم على ثلاثة أنواع بالسنة والأثر والمعقول. أما السنة فلثبوت الأحاديث الصحيحة المصرحة بالقتل شبه العمد، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد، لا يقتل صاحبه، وذلك بأن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث رواه أبو داود وأحمد وحسنه شعيب الأنقود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عقل شبه العمد، إذن هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام على ثبوت هذا، عقل شبه العمد مغلظ. وسيأتي بيان تغليظ الدية، ما معنى تغليظ الدية؟ يعني الدية حتكون مثلثة، نعم، يعني 40 خليفة، يعني 40 من النوق اللي هي الحوامل، و30 حقة، و30 جزعة، والحقة هي التي لها 3 سنوات دخلت في العام الرابع فاستحقت الضرب أو استحقت الفحل، والجزعة التي لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة، يبقى دي بديها مغلظة. 40 خليفات، جمع خليفة يعني النوق التي في الحوامل، و30 حقة و30 جزعة. فالشاهد قتل عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد، لا يقتل صاحبه، بيان ان شبه العمد ليس فيه ليس فيه قصاص، نعم، وذلك بأن ينزو الشيطان بين الناس، يحرش بينهم، نعم، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، يعني في وهذا فهذا الحديث. وكذلك الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي قول النبي صلى الله عليه يوم فتح مكة قال: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا والحجر فيه الدية مغلظة. الإمام مالك رد هذا الاستدلال به، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الخطأ، لأن طيب أطلق عليه خطأ شبه العمد، لأنه هو القتل شبه العمد ده من حيث أنه لم يقصد القاتل قتل صاحبه فأشبه إيه؟ لأن اللي لما بيضربه لكمة هو قصد قتله؟ لم يقصد قتله، فمن حيث ذلك أشبه إيه؟ ومن حيث أنه قصد إيذاءه فأشبه العمد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد قتيل الصوت، الصوت والعصا والحجر، الحجر الصغير فيه الدية، فيه الدية مغلظة. فهمنا مسألة؟ إذا قول جميع، إذا الجمهور استدل به وهذه النصوص صحيحة ولا لا؟ صحيحة، ولا مطعن فيها، نعم. فلذلك قول الجمهور في هذه المسألة أصح من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قتل ثلاثة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأثر، جمهور الصحابة رضي الله عنهم يقولون بذلك، ولا يعرف مخالف من الصحابة في هذه المسألة، لا يعرف عن الصحابة خلاف في هذه المسألة، في تقسيم القتل إلى قتل عمد عدوان وقتل شبه عمد وقتل خطأ. فهمنا المسألة؟ طيب، إذا فهمنا هذه المسألة الأولى، نعم؟ طيب، يبقى إذا تقسيم القتل إلى قتل عمد عدوان، ما الذي يترتب على القتل؟ أو ما هو، وهذه المسألة الثانية. طبعا يعني المعقول اللي هم استدلوا بيه،
استدلوا أيضا الجمهور إن إذا يعني كيف يكون القتل إما خطأ وإما عمد. طيب من حيث أن هذا قتل شبه العمد ده، هم سألوا ما أقول ماذا، إن قتل شبه العمد ده هو قصد الإيذاء ولا لا؟ طب هل هذا فيها وهل في هذا خطأ؟ لا، ليس في هذا خطأ، هو قصد الإيذاء. أما الخطأ واحد ماشي على طريق، عرض له واحد على الطريق فقتله، فلم يقصد إيذاء ولم يقصد قتله، هذا خطأ. لكن من حيث أنه قصد إيذاء يبقى خرجوا عن قتل خطأ، ومن حيث أنه استعمل آلة لا تقتل غالبا، فلذلك جاء مرتبة أدنى من مرتبة العمد العدوان الذي استعمل آلة إيه؟ استعمل آلة تقتل غالبا. فهمنا المسألة؟ إذن قول الجمهور في هذه المسألة استدلوا بالسنة والأثر والمعقول، هذا أولى من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك استدل بظاهر هذه الحديث وظاهر آيات القرآن والسنة مبينة للقرآن، ألا وإني أتيت الكتاب ومثله. الحكم الثاني أو المسألة الثانية، ما هو القتل العمد وما هي عقوبته؟ القتل العمد حتى يكون هناك القتل العمد كما ذكرنا لابد من ثلاثة إيه؟ شروط. وجود القصد من القاتل، الثاني أن يكون المقتول مع أدميا معصوم الدم، الثالث أن الآلة استعملت إيه؟ طيب الآلة اللي استعملت هنا بقى بالاتفاق بين العلماء، إذا استعمل آلة محددة يعني محددة يعني سكين سيف أو سكين أو حربة أو حتى الرصاص في معنى ذلك، لأن كل ده إيه؟ محدد بيخترق. فباتفاق الفقهاء إذا استعمل مثل هذه الآلة إيه؟ إن ده بأن هذا قتل عمد عدوان. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا فيما لو قتله بمثقل. مثقل يعني إيه؟ شيء ليس له حد، له ثقل لكن ليس له حد، مثل إيه؟ مثل حجر كبير مثلا، أو عصا غليظة أو نحو ذلك. الجمهور يرى أن القتل إذا كانت فيه هذه الشروط الثلاثة اللي هي التي ذكرناها، فهذا قتل إيه؟ قتل عمد، سواء كان القتل بمحدد أو غير محدد، طالما أن الآلة دي تقتل غالبا، طالما يعني واحد أمسك حجر كبير، حجر كبير ده بيقتل يعني أشد من السيف. نعم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى تخصيص قتل العمد العدوان بإيه؟ بالمحدد. طب وغير المحدد؟ يقول لا، هذا قتل شبه العمد حتى لو كان يقتل غالبا. طبعا أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف الأدلة التي وردت في ذلك. لماذا؟ أن ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا يعني 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 رد رأس جارية على أوضاح الله، عقد أوضاح يعني إيه؟ عقد من فضة، فأراد يأخذ من العقد فضرب رأس الحجر فقتلها. رد رأس جارية على أوضاح الله، فجيء به فاعترف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ورد رأسه بين حجرين. خلي بالك عند أبي حنيفة إنه لو كان قتل شبه العمد يبقى ليس فيه يبقى قتل شبه العمد ليس فيه إيه؟ ليس فيه قصاص، وحنبين الفروق الآن ها؟ إنه ليس فيه قصاص طالما إن القتل ما كانش بمحدد. طب لو كانت المسألة هكذا يبقى كل واحد بقى عايز يقتل واحد روح جايب له ايه؟ خلاص يا عم هاته كده ونجيب شومه مثلا كده قطعه حديد غليظه ويضربه ضربه على راسه وخلاص المساله انتهت. وده وعند ابي حنيفه يبقى ده قتل شبه عمد. لا، هذا خطا والادله تضد هذا، وظواهر القران ايضا ترد ما ذهب اليه ابو حنيفه. فظواهر القران تدل على القصاص من اي قتل كان بمحدد وغير محدد. وكتبنا عليهم فيه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نعم. يعني وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالطبع، والنفس بالنفس حدد القتل بإيه؟ القصاص يكون بمحدد وغير محدد. وجزاء سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يبقى إذن الظواهر تدل عليه على وجوب القصاص، سواء كان القتل بمحدد أو غير محدد. وفي الحقيقة قتل قول أبي حنيفة هذه مسألة ضعيف كذلك، ولذلك صحب أبي حنيفة خالف أبي حنيفة في ذلك. يعني محمد بن يوسف، محمد بن الحسن وأبو يوسف
نعم صاحب أبي حنيفة خالف في هذه المسألة، أن قول في هذه المسألة قول ضعيف جدا في هذه المسألة، أنه ذهب إن القتل غير محدد، والقتل محدد ولا غير محدد، طالما أن المسألة تقتل غالبا، وزي أنواع القتل العمد العنوان بإيه بقى؟ يقتل بمحدد يعني بشيء له حد، سيف أو سكين أو حربة أو حتى الرصاص، القتل بما يقتل غالبا بالحجر الكبير ونحو ذلك، القتل بالسم بالسم ونحو ذلك، القتل بالغرق يعني هذا كله قتل عنوان، يعني يحبسه حتى يموت أو يمنع عنه دواءه حتى يموت أو يمنع عنه طعامه وشربه، هذا قتل عمد عدوان، هذا قتل عمد عدوان. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة حبستها فلم تدعها تأكل مخشوشة الأرض ولم تطعمها، فزكت هذا في هرة مال اللي منع عن مؤمن، حبس مؤمنة ومنع عنه طعامه وشرابه ودواءه، يبقى هذا قتل عمد عدوان. تسبب في قتله، شهد عليه شهادة زور في حد زنا وشهادة زور أو في حد ردة فقتل الرجل، هذا كله من أنواع قتل العمد العدوان. كل هذه ألقاه من شاهق. ولذلك الجمهور هنا يرون أن القصاص يكون من جنس الفعل لعموم الآيات التي وردت في ذلك، ذلك ومن عقب بمثل ما عقب وجزاء سيئة مثله، ألقاه من علي بيلقى من علي مثله، رد رأسه بحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجري. يعني لا يشترط في القصاص كما ذهب أبو حنيفة وغيره إلى أن يكون القصاص بالسيف، لا يشترط القصاص بالسيف. وهذا يخصص أحاديث المثلة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه بإيه؟ بالعمانيين الذين اشتووا بالمدينة وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسملوا عينه، ففعل بهم النبي عليه وسلم الحديث الصحيح، فعل بهم مثل إيه؟ مثل ما فعل. فهذا يخصص أحاديث النهي عن المثلة في ذلك. فهمنا المسألة؟ طبعا قول أبي حنيفة ذكرنا أنه إيه؟ قول ضعيف في هذه المسألة. طيب هنا يعني هنحتاج إلى إيه؟ القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان له عقوبة دنيوية وله عقوبة أخروية. أما العقوبة الدنيوية فهو إيه؟ أما العقوبة الدنيوية فهي أن عقوبة الدنيوية فهو القصاص، وكتبنا عليهم فيها أنه قتل نفسا بغير نفس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فيجب فيه القصاص أولا. نعم. فإن رضي أولياء المقتول بأن يعفو عن القصاص إلى الدية كان لهم ذلك، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يبقى المطالبة تكون بالمعروف، وأولياء القاتل يدفعون الدية بإحسان. نعم. يسلمون هذه. نعم. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والثالث إن لم يكن قصاص شاء أولياء المقتول عفو، خلاص لهم ذلك لأن الحق لهم. بهذا في حالة قتل العمد العدوان. في حالة القتل الخطأ أو قتل شبه العمد ليس هناك قصاص، طالما أنه ليس هناك قصد في القتل فليس هناك قصاص، سواء أكان قتل خطأ أو كان قتل شبه العمد، يعني ضربه بما لا يقتل غالبا. وحديث المرأتين من هذيل لما رمت المرأة بالمناسبة، المرأتين هاتان المرأتان كانتا زوجين لرجل واحد، حمل بن يزيد، بس الله المستعان، يعني كان ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن دية الجنين غرة، عبد أو أمة، وقضى بالدية على عاقلة إيه؟ على عاقلة المرأة. ثم إن المرأة اللي قتلت دي توفيت، سبحان الله، المرأة اللي قتلت دي، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العاقلة على وأن الدية على عاقلتها. الشاهد هنا إن المرأة دي قتلت رميتها بالحجر، قصدت رميها ولا لا؟ قصدت رميها، لكن بالضبط، فهذا قتل شبه العمد. القتل العمد الفرق بين قتل العمد والخطأ، هناك فروق بين قتل العمد وبين قتل الخطأ. قتل العمد فيه قصاص، والخطأ وشبه العمد لا قصاص فيه. قتل العمد ديته مغلظة، وقتل الخطأ الدية فيه مخففة.
القتل العمد الدية على قاتل، قتل العمد الدية على قاتل، القتل الخطأ وشبه العمد الدية العاقلة اللي هم العصبات من جهة الأقارب من 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 جهة الأبي. القتل العمد لا كفارة فيه، وقتل خطأ فيه كفارة. الفرق الخامس، القتل العمد فيه إثم عظيم، الخطأ لا إثم فيه. نعم يعني نعم. ولا ولا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهمنا الفرق هذه؟ طب الفرق بين قتل شبه العمد وقتل القتل الخطأ إيه؟ كلاهما لا قصص فيه وكلاهما يجب فيه كفارة، فرق واحد فقط. الدية في قتل شبه العمد مغلظة، مغلظة يعني يعني مثلثة، 40 من النوق الحوامل اللي هي 40 خليفة يعني النوق حوامل، و30 حقة، و30 جازعة. والحقة التي دخلت مضت أكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة، والجازعة اللي أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة، حقة إن استحقت طرق الفحل، والجزعة من القوة، يا ليتني فيها جزع يعني من القوة والفتو. فهمنا هذا؟ القتل شبه العمد في الدية، قتل العمد وشبه العمد في قتل شبه العمد، والدية في قتل العمد كلاهما دية ايه؟ مغلظة. طب والدية مخففة في الخطأ ايه؟ مخمسة. 20 بنت مخاض، ايه بنت مخاض؟ دخلت السنة الثانية، ها؟ حتى لو لم تكن حوامل اللي دخلت السنة الثانية، وعشرون ابن مخاض الذكر اللي دخل في السنة الثانية، وعشرون بنت ابنة لبون دخلت في السنة الثالثة، وعشرون حقة دخلت في أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة، وعشرون جزعة دخل أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة. يبقى يبقى إيه؟ مخمسة، 20 20 20 هكذا. دي مخففة. ثانية، ثلاثة، 40 حوامل، و30 جزعة، و30 حقة، و30 جزعة. ده هذا الفرق بين الخطأ والعمد. في قتل الخطأ وشبه العمد الدية على من؟ على العاقلة. قد يقول قال طب العاقلة دي مية مين؟ العاقلة اللي هم العصبات. طب علاقة العاقلة ما هي؟ علاقة العاقلة هنا الشريعة، هنا نزل القرآن والعرب لهم أعراف. أعراف العرب كانت القبيلة دي هي بيكون بينها تناصر وتعاون وتآزر، فكان هم في هذه مسألة إذا حدث جريمة قتل القبيلة كلها تعمل إيه؟ كلها بتساهم في هذه. فجاء الإسلام فأثبت هذا العرف، وكان هذا قبل الإسلام، كان موجودا قبل هذا الإسلام هذا. وفي معنى لطيف جدا ومعنى عظيم وتكلم فيه أهل العلم، إن إيه؟ طب إيه يعني أليس في هذا يعني خلاف لقول جل وعلا يعني في خلافا، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وإيه ذنب العاقلة هنا؟ لا، هنا العاقلة، هنا العاقلة دي يعني القبيلة والأسرة ونحو ذلك. وهم كما يحدث منكم توارث، مش في توارث بيحدث ليه؟ لأجل القرابة. فالقرابة دي لها حق، ولذلك ذوي القربة ده من الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، وبذي القربة، وذي القربة مقدم على غيره، واليتامى والمساكين إذا مقدم على غيره. ثانيا أيضا إنك لازم القبيلة دي لما يكون بقى مستيقن في النهاية، يعني لما الناس تتيقن إن المسألة لو حدث أي واحد من أفراد العائلة هيحدث منه يوم قتل الخطأ، يبقى الجميع هيساهم في هذا. أولا في هذا في تخفيف عن القاتل هنا، لو قلنا القاتل هنا الخطأ ده يتحمل، طيب هل يستوي القاتل الخطأ مع قاتل العمد؟ ما الدية في قتل العمد إيه؟ كلها من من؟ من مال القاتل، لأن ده متعمد، يبقى عند ليس هناك تخفيف في حقه. هذا رجل مجرم آثم، يبقى لازم يبقى يناسبه إيه؟ التشهيد. لكن اللي ما قصدش قتله ده ويجي دي من إبل 100 يعني كم مليون؟ أكثر من 3 ملايين جنيه، أكثر من 3 ملايين. طب واحد أعمل ده ماشي بسيارة، فعرض له رجل فقتله خطأ ولم يقصد قتله. فلو قلنا ان القاتل ده يتحمل، يبقى احنا سوينا بين قتل خطأ وبين ايه؟ قتل عمد. والشريعة لا تسوي بين مختلفات ابدا. الشيء الاخير ايضا في هذه المسألة، ان لازم الناس تربي اولادها على ايه؟ تربي اولادها على ان دماء الناس معصومة. لازم طالما انها تعرف ان لو حدث اي واحد منكم هيحصل منه كلنا هندفع، يبقى لازم يكون عندهم احتراز
تربية الناس على ذلك. ونجتزئ بهذه المسألة وبقية المسألة نرجعها بإذن الله جل وعلا للمرة المقبلة بإذن الله جل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.